من مدينة مراكش بالتفسق القرموس أو الهندية المعروف بمدينة مراكش أو شوك أو شوك أنصارا يعني كما كتشاهدوا كرموس أنصارا. يعني الصراحة أنا جينا هنا ولقينا السوق لازالة يعني باقي فيها كرموس خصوصا أنه دير الثمن يعني الثمن باهظ حوالي 600 درهم أو ما فوق الصندوق 600 درهم راه يعني حاجة بتكون فيه من كرموسة ربما تكون فيه 200 كرموسة أو لا ما كيناش. يعني كاين واحد الغليان هنا بمدينة مراكش بالضبط سوق الكرموس. يعني هذا الغلاء ناتج على قلة كي تنقولوا قلة هذا الكرموس الهندية أو كي تنقولوا بالمراكشية كرموس أنصارة. يعني كله كيتعطيه اللقب ديالو يعني الصراحة أنه الأثمنة باهظة اليوم الثمن أنه كما كتشاهدوا يعني الصراحة يعني الكرموس ها هو ولكن كاين الثمن يعني واحد الثمن اللي هو باهظ يعني تقريبا غتحرك كرموس بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم. يعني هذا نتيج الظروف المناخية اللي عرفتها بلادنا يعني سهد السنين هذه. يعني الله يكون في العوان الجميع لا اللي كيبيع ولا اللي كيشري. أنه الآن تفاجأت بواحد السيد دخل وخرج أنه طلع لي الدمو تيقول اللهم إنا هذا منكر يعني وما عرفش الدقة منين جات كي تنقولوا بالدارجة كيتسحبوا هاد الناس اللي زايدين عليه. ولكن للأسف التهم راه التهم مسوقين بواحد الثمن اللي هو باهظ. غادي نحاول نقربكم لحد المعروفين بمدينة مراكش في سوق الكرموس المعروف هنا بالمنطقة عين تي. يعني غادي نحاول نقرب لكم هو اللي غادي يعطينا حول هاد يعني غادي يحاول يقربنا لهاد المادة اللي هي مادة الكرموس كي تنقولوا يعني الهندية. ايوا على حسب الثمن كاين من تما الغلا من بلاصتو اخويا والله يكون في العوان وصافي. هنا الناس قرار الغلا قرار الغلا بزاف ب 14000 انسان تتجي غاليه والغلا كاين من بلاصتو 14000 ريال الصندوق 14000 ريال الصندوق. الصندوق تيزيد 300 حبه 280 يعني كوسور ديالها على حسب الغلط. الا كان غليظ بزاف كان غليظ تيدير 260 كان رقيق من ثلث تيدير 300 حتى 320 الا كان مويه. يعني بالنسبه للكرموسات شحال تطيح تقريبا 5 دراهم تيقول المواطنين كرموسات تطيح ماشي ب 5 دراهم تطيح ب 50 ريال 60 ريال 44 40. يعني واش داك اللي بيبيع ولا اللي لا اللي بغى ياخذ يخرج يخرج للشارع باش طيح عليه هو جوج دراهم ونص صافي جوج دراهم ونص حتى العينه باش طيح عليه. هادو كيبيعوا بخمسه دراهم كرموس ب 6 دراهم. ايوا 5 دراهم الله يهديهم حتى هما راه تيعلقوا شويه حتى هما باش يصور مصاريف. ما هي 5 تطيح عليه بجوج دراهم جوج دراهم ونص 60 ريال 70 ريال الله يجعل البركه. جوج ب 100 ويطلق غير موس يدور ويقرد لا بغى يقرد واحد يقرد اربعه خصو عنده الفائده عنده في الخروج خصو يخرج لا بغى يقرد واحد ويعصرو يعصرو مزيان يقول 5 دراهم و6 دراهم و10 دراهم يطلق غير 4 دراهم 70 ريال 60 ريال على حسب كل كرموسه وكيدير الموينه والغليظه وبغى يقرد اربعه ولا خمسه. يعني بنادم الا كان واحد الثمن مناسب راه تيستهلك السلعه غالية ماشي نقولوا هنا هنا تنقراو الوضعية ديالهم هذا ديال كل شيء. هذاك الشيء جا من الفوق جابته الوقت ما عند بنادم ما يدير انت شاري بالغلا وتتبيع بواحد الثمن مناسب واحد 400 ولا سميتو كاين اللي مخدم دابا طوموبيلتو تيجي تليه الكرا فوالا عرفتي تيجي تليه الكرا ديال الطوموبيل فاش يكريها لواحد اخر الله ما خدام بفلوسو وتيوفر داك الكرا ديال الطوموبيل ديالو. وقيتة اخرى هذيك الوقيتة عاوتاني الكرموس ما بواحد حتى واحد الكرموس راه كان تياكلو القوي والضعيف وكلشي تياكل مسكين واللي لاباس عليه وكلشي مسكين كاع بزاف تيستهلكو ديك الساعة. 300 ريال الصندوق 300 باش كان الكرموس الكرموس كان ديك الساعة تسمع 10 ب 10 7 بدريهم 8 بدريهم وكانوا موي الكرموس يدوروا كاع بالدروب وتتسمع الكرموس فين بقى كاع تيقول لك الكرموس ما بقاش يقولوها وتتسمع 100% 150% ديما الكرار تلقاهم في الدروبه ونجينا مجموعه تلقاهم طليه بالكرموس. ايام الخير كان الخير موجود كان السوق شحال تيدخل غادي يدخلوا اكثر من 20 كاميو بلا الطوموبيلات والشواريات الشواريات في الزايد
الكرموس بزايد تيدخل، والله الا ضربت حتى 150 ريال الصندوق. لا مشي بورب تجي فوق تيقول بالك حيد بالك. تيجي فواشع كام يوم تدي فيه حتى 100,000، دابا تسيتي 10 سنين تدي فيه 120,000. 10 سنين قد تدي 120,000 في جيبو. 10 تيجيبهم تيجي معقودة 120 على الصباح. والمذاب زاد غير تيطير بها تدي 120,000. اما دابا اما ديك الوقت راه 120 ما تيجمعهاش كاميو كله. كاميو مضروب فيه 240 ولا 260 صندوق. ما تيجمعش هذيك ال 120,000. دابا 10 سنارق من ديك ال 240 تيدي بهم 120,000. اش غادي نقولوا التريبل زاد راه ماشي التريبل ضربه على 300 ضربه على 20. فات ماشي الدوبل راه. الفكره ديال قليتو بنتو ياك تيقولوا بعد ديك الساعه حتى ذاك المذاق اللي كان ديك الوقت راه ما بقى الصراحه. المذاق كرموس كان ديك الساعه ديال البور ديال الكدا ديال الجبال فيه ما يتكال الانواع ما بقاش. دابا دابا راه ولا حاليا دابا الاكثريه بعدا بالماء ولاو تعطيو دايرين ليه الكوتا قلت يسقيوه. هادو كاع اللي مهلين حاليا دابا ولا الماء قليل شي حاجه بوريات غير تتكمل ما تطولش. تضرب هذيك الشوم وداك الصد غادا تمشي تضرب واحد 20 يوم ولا شنو ديك الضواقه ديالها السلام عليكم بدات تسالي. الغله ديالو ما بقاش ما بقاش. راه كل منطقه كل منطقه تتلقى فيها واحد اربعه الناس ولا خمسه اللي دايرين شي جنينات كل واحد حاضي الجنان ديالو مهلي فيه وداك الشيء بالدواء وداك الشيء حاليا. وهذيك الساعه تمشي اي دوار تتلقى غابة عندهم الكرمو. انت غادي في وسط الكرموس غادي في وسط رايت وعمره بعدا شحال انت غادي راه غادي واحد واحد 100 200 كيلومتر انت غادي في وسط الدرو غادي وسط الكرموس. ترقب على البحر كله هي كرموس شي جيفني وزيد وطنطان وهذاك الشيء وهذاك الشيء كل شيء ما بقى والو. الشمال توا سالي دابا بقى غير الامر غير الاثار ديالو ما بقاش كاع نهائي. وهذا الشيء اللي بقى دروكا ايه هما الناس اللي هما حاطينو ومهلين فيه وعاطينو الدواء وعاطينو الوقت. تلقاه من السيمانه من 15 ل 15 يوم تيداويه تكمل الحال وصافي. هذا الشيء ما تيفرح شيء صراحه. غلا بزاف الكرموز غلا المسكين غلا بزاف فات الغلا كاع ماشي اش غادي يقول لك صراحه الله غلا غلا. راه الناس كاع بغوا الكرموس ولكن با ياكلوا الكرموس وما كرهوش هذا الكرموس. اعز حاجه عند المواطن هو هذا الكرموس بعدا. عزيز على بنادم تيهرس كاع اي غله تيطحنها هو هذا الكرموس. ولكن ما صابوا ليه جيد راه غالي. فايت المعنى كاع فايت المعنى. السيد با يخرج هو ولادو بيوقف عند مول الكراسه با يخلي 60 درهم 70 درهم راه قاسحه. هذا الشيء بهذا اللي بغا يدوق. وياكل واحد 14 كرموسة ولا 15 راه هي هذيك 60 درهم ولا 70 درهم.